ككل المهن العريقة، ضربات متتالية تلقتها صناعة الزجاج خلال الحرب في سوريا، إذ لم يبقى في دمشق سوى مشغل واحد يصنع الزجاج بالطريقة اليدوية التقليدية، مشغل أبو أحمد في باب شرقي، آخر النافخين في جمر الأفران كي لا تنطفئ الصنعة. هلا بالوقت الحاضر مو صفيان غير المعمل الوحيد تقريبا بسوريا. يعني نحن هلا منقول نحن قبل الأزمة كان في مرحلة إنه عم نعلم أولادنا وعم نعلم العالم، وكان في موجود يعني إنه عالم تتعلم وفي موجودين عمال وحرفيين شاطرين. إجت الأزمة تقريبا قسم كتير من العمال، شي سافر وشي الله يرحمهم وشي تشنطط وشي تشرد، يعني ما صفي. هلا تقريبا منقول نحن صفيانين 3 حرفيين 4 حرفيين الموجودين، وهذا ما بيوفي بالغرض أبدا تقريبا منقول قايلة للانقراض. يصر العاملون هنا أن أجدادهم أول من ابتكر تقنية نفخ الزجاج قبل 2000 عام، مما طور الصنعة وجعل الزجاج متاحا للعموم بعد أن كانت مادة نادرة كالذهب. الآن عاد الزجاج ليصبح نادرا في شكله التقليدي، فمع منافسة الزجاج التجاري المستورد للاستخدامات المنزلية انتقلت الصنعة لترضي ذوق الباحثين عن التميز والفن والروح التي يقول أبو أحمد أنها مفقودة في الأشكال التجارية. أي سائح بالدول العالم أو أي مثلا ثقافي أو بيعرف مثلا بالتاريخ التاريخ العالمي بيعرف أنه صناعة الزجاج هي نشأت بدمشق، وأي قطعة بيشوفها بتقول له دمشقية بيقول لك هي معروفة دمشقية. روح قد نفقدها في المستقبل. يخشى شيوخ الكار أن الجيل الجديد له اهتمامات أخرى غير النفخ في لهيب الزجاج. هنا شاقة، يعني بده واحد يتعلم وقت ما بيكون صغير، يعني عشان يقعد على الفرن يتعلم طريقة النفخ طريقة الشغل. يعني هي يعني بشكل عام أنه قاعد قفل الفرن مشان نشتغل فيها صعوبة. كان يقال في المثل العربي القديم أرق من زجاج الشام، مثل أريد به المدح، لكنه الآن يخبر عن واقع هش لصناعة تصارع من أجل البقاء. صفاء محمد، قناة القاهرة الإخبارية، دمشق.